اهلا بكم مع هاكر مان. والنهارده هنلعب فري فاير. اول حاجه لو انت مش مشترك كان اشترك، عايزين نوصل الفيديو ده 50,000 لايك وفعل زر الجرس. او لو انت اول مره لسه اشترك في القناه. النهارده هنلعب فري فاير. فري فاير هنلعبها جوله كده سريعه. هنلعب بس اوريكم هدومي وحاجاتي، وانا اصلا انا في فري فاير دي ما تقولوش انا غني جدا. هنا دي حاجات كده شعر وحاجات، وده من حاجات، وهنا في بقى مجوهرات وحاجات جامده. اهو ده لبس، لبس كتير، لبس لبس في لبس في لبس. زمان انا عشان عايز كده، ده عشان كده نشوف ده كده. بس الضوء حلو. طب ما تعالوا نخلي نفسنا كده، نخلي نفسنا كده احسن. استنى لسه اوريكم بنطلونات 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 بنطلونات. اهي دي بنطلونات اهي اهيت. صدق كده احلى، كده احلى. استنى كده شوف. لا لا لا، خلينا شكلنا التاني احسن يا جدعان. خلي شكلنا التاني، خليه زي ما احنا كنا موجودين، بس عشان رأيه بتاع ايه شكله كده لذيذ. ماشي. وهو هنلعب بقى اسمه ايه، كلاش سكواد. اللي هو اللي ما يعرفهاش، دي عباره عن جيمات تهيات كتيره، بس في حاجات مقفوله. ويلا نبدا الجيم. وانا جبت كلب، وطبعا ده مجوهرات كتير، يعني انتوا شايفين مفلس من الجوهرات، ده يعني مجوهرات مكلفه على الاخر. استنوا يا جدعان، جايلكوا تاني جايلكوا تاني، قاعدين ثواني هجيلكوا تاني وارجع. معلش يا جدعان، بص كان مامتي عايزيني في حاجه، انا جيت اهو ثواني بس. انا اهو خلاص يلا نبدأ. في أصدقاء معايا يعني معمول عليهم اسم، دول أصدقائي. جيب الشجرن ده، انا بس البيوت مختفية عشان انا بصور، فاحنا خافين، فانا خافي البيت. ايه ده، انا مت ليه؟ انا نورت البيوت تاني عشان تشوفوا برضه. ايه ده، انا مت ليه؟ لاك في اللعبة، لاك لاج لاج. ما تخافوش هرجع تاني، هم بس يقتلوا عقبال ما هم. بص انا هطفي، يعني مش هطفي هطفي، هخلص البتاعة دي تخلص وارجع لكم. يلا اهو بدأنا تاني نجيب بس السلاح. شوفوا ان انا لابس كلب، لابس راس كلب ومربي كلب. ما عايز ارفع. ايوه خلينا كده. ايوه نص لغاية دلوقتي مش
صاحبي بيموت هنا، يبقى احنا نروح هنا عشان نموت اهوت العدو هنا. ده كان ميت. انتوا في 60 ده مش هنقذ انا حد. انا انت بطل ميلس 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 ويلي ميلس ميلس. نجيب بس التلج، كور تلج. لو حد مش عارف كرة التلج بتاعتي اهي، هي لونها ابيض زي بقية الناس كلها ابيض. بصوا اللي بيعرف يشحن يكتب لي كلام طويل ويكتب لي هو بيعمل ايه بالظبط بالظبط، ماشي؟ يكتب لي بالظبط هو بيعمل ايه وبيدخل الكود، هو ايه الكود اللي بيدخله، الكود اللي بيدخله ايه، ويقول لي على كل حاجه كل حاجه. ده مغير البتاع بتاعته، فانا عشان كده بقول لكم انا عايز اشحن. واجيب بقى شخصيه الوك، اللي مش عارف شخصيه الوك دي مشهوره جدا في فري فاير، بس منتج نفسنا ماشي. نمسك الشجان ماشي، نروح للولا اللي هناك ده، نروح نفقعه حتة شجناية. ما جاي لك يا حبيبي ماشي. مين ده؟ فين؟ استنى فين اهو. سيبنا الجيم، موتها، نجيب كنابل تلج كتير ماشي. نجيب كده، جبنا 16. وانا بص بقى، انا عندي سلاح مميز جدا اللي انا كنت ماسكه في ايديا ده، وانا عندي اسلحه كتير متلونه انا لسه هوريها لكم، عشان انا بصوا في اللعبه دي انتوا تعتبروني الكلار، اللي مش فاهم هيقول لي. وبرده اللي عايز يعرف انا اسمي ايه فيها هقول لكم اخر الحاجه. انا بصوا انا رقم 4 ده، بصوا هنا في الجنب هنا اهو اهي بتاعي محمود، فاكرة نفسها من اللعبة لك شوية عشان انا بصور. ايه ده؟ مين اللي بيعيط؟ وانا كمان حط واحدة عشان ايه مموتش، يعني خربتك انتوا زنقتولنا الدنيا. اه حد يلحقني يا جدعان، متنا. ابويا كسبنا عشان انا لا مت. لما واحد يموت في اخر الجيم بيكسب الناس، فانا مت. اديني كسبت، هوريكم الاسلحه بتاعتي وكده يبقى خلصنا للحاجه. يلا نشوف الاسلحه. ورسمي في اللعبه يوسف سامي 9، وبرشوت بتاعي وحاجاتي كلها وريها لكم دلوقتي حالا. واي حد لو هو اي حد لو مش انتم متابعيني ابعتوا لي مجوهرات مجوهرات ماشي، لو سمحت. لو اي حد بيحبني يبعت لي مجوهرات ماشي. انا عايز 55 5 و 500 59، عشان بص اللي ايه اللي مش فاهم. لا مش وقتك يا عم، احنا قاعدين بنصور. الله يخبيك هنا تحت، هنشوف تحت هنا، هندخل هنا
دي بقى كل الحاجات دي بقى الحاجات دي المنطقة دي اللي بتجيب لي كل الحاجات بقى اللي انا اللي معايا بقى اللي معايا كلها، يعني العربية بتاعتي إيه لونها إيه شكلها إيه كده يعني. إيه في واحد اسمه رماح دوت صوري، دي بقى الصورة الزئبق دي اخر واحدة دي اللي معايا، وده بتاع لما اموت، وديت الشنطة بتاعتي. إيه كل الليفلات اهو، الليفل ده والليفل ده كلهم متلونين كلهم، دوت البرشوتات بتاعتي بس انا واخد ده عشان دوت جميل احسن يعني، دوت البتاع اللي انا بنزل بيه بيها كده. دي بقى منطقة المسدسات، ده الشجان، الشجان بتاعي كان حاجة تانية، كان لونه بيطلع شرار كده وشكله جميل، حط ده ملونه، ودوت 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 جروزة، ودوت والشجان ده، وديت القنبلة اللي لما بتيجي ترميها كده ترميها تفرقع، بس بقى بتفرقع لون موفي. بس ده بقى الحاجات اللي او عندي دي الرقصة دي، مش والوش عسل قوي يعني حلو ماشي. وهقول لكم واحد محترف جدا جدا مع شخصية ألوك، يعني حرف مني انا عندي عيال يعني، بصوا يا جدعان اسمه رماح، بس هو اسمه في الحقيقة هشام ابن عمتي، لا مش ابن عمتي، يقرب لي حاجة تانية ما اعرفش يقرب لي ايه والله. اقسم يا بصوا دي هنا، دي اسمها هنا بنت عمي، بنت عمتي قصدي، ايه الغباء ده انا بقيت غبي كده ليه، دي بنت عمي هي اسمها هنا ماشي، قاعدة بتلعب دلوقتي يا ان جروب، ما استنوا. ودوت كريم ابن عمتي، هما ساكنين تحت تحت في الشقة اللي جنب، في الشقة التحتانية ده اهو، هو ده. شوفوا بقى انا كسب قد ايه، بس شوفوا شوفوا انا اكسب يعني، انا بصوا شوفوا شوفوا كل ده، شوفوا البتاع اللي فتحتها واتنين بلاتينيوم، وشوفوا قد ايه لايكات كتير طبعا. ودي ماشي، وكده خلصت حلقتنا، واتمنى يعجبكم الحلقة. لو عجبتكم اعملوا لايك، وصل الفيديو ده 30,000 لايك، واشترك في القناة لو انت لسه مش مشترك، وفعل زر الجرس عشان يجيلك كل جديد. وان شاء الله ان شاء الله بقى هننزل فيديو عن ماينكرافت، بس خليها مفاجأة، فيديو عن ماينكرافت هنروح، بصوا خليها مفاجأة عشان مش هخرب لكم الدنيا، فانا هعملها يوم الخميس الجاي ان شاء الله، او بصوا ممكن اعملها بعد بكرة، استنوها حلقة بعد بكرة يا اما بكرة، حددوا كده بكرة يا اما بعد بكرة حلقة عن ماينكرافت، هندخل بقى شوية حاجات وحاجات جامدة، مش عايزة بس اخرب عليكم الدنيا، فان شاء الله بكرة او بعد بكرة هنزل فيديو عن ماينكرافت. والسلام عليكم، واشوفكم في حلقة جديدة.